الجميلة من ختامي المرموم، ختامي الختاميات، تنطلق الآمال، تنطلق هذه الشعارات التي لها أيضا محبيها ومشجعيها. مقدمة الشوط والمركز الأول والصدارة، هناك المقدمة مع هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد مع مختار أحمد في عملية التضمير. المركز الثاني أيضا نفس الشعار ونفس الملكية لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد مع شاهين مختار. مختار اختار المناطق الأولى من البداية بأكثر من عتاد، عتادين في مقدمة الشوط يدفع بهن مختار من هنا مشاهد الأعزاء. والمركز الثالث وصلت العاصفة مع تقدم مشاهدينا وانطلاق هذا الشعار، شعار هجن العاصفة مع غياث الهلالي. المركز الرابع ايضا مشاهد الاعزاء هناك العاصفة اللي قادمة، المشير ودعج مشاهدينا يتقدم بالمركز الثالث والرابع مع هجن العاصفة، كذلك هو الاخر في المركز الخامس يتقدم مشاهدينا الاخر عنيدا اللي قادم ايضا بدوره مشاهد الاعزاء للعاصفة وهجنا مع غياث الهلالي. وصلت الرياسة مع تقدم هملول قادم بكل قوة، الله مع الرياسة ومع علي بن يميل الوهيبي الظافر وصل. ووصل ايضا هناك شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع الناوي وفهد بن حصين، وكان ايضا يضمر ابو هذا القعود الناوي. ذكريات لا تنسى، ذكريات مع هناك التاريخ الله أحمد بن سلطان، أحمد بن سلطان بن رشيد يتقدم مشاهد الأعزاء مع شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم مع الناوي. وهناك أيضا غدوم مع ماضي، وماضي قادم أيضا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم. يتقدم فيصل بن طالب بن شريم المري مضمر القرن يتقدم كذلك هو، ولو طلعات قوية. المركز اللي قادم هناك دخول، هناك تقدم من عنيد اللي قادم مع هجن العاصفة ويتقدم غياث الهلالي. هذه هي النقلة الثامنة، تاسع المراكز. شوفوا اللي قادم، شوفوا اللي وصل الآن، يتقدم هناك موادع من هجن الرياسة. هذه المؤسسة العملاقة مؤسسة هجن الرياسة، واحد ايضا مشاهد الاعزاء امالغة التضمير احد المقدمين بن زيتون المجازف يتقدم بكل قوة، ومع انطلاق الاخر شاهين للمركز العاشر مع هجن العاصفة وقياث الهلالي. هذه الاسامي العشر المتقدمة، ولا بد ان نعود الى الصدارة، الى مقدمة الشوط، الى شوف اللي تسلل العاصفة تتسلل بقوة مع انطلاقة المركز الأول. ومع مشاهد الأعزاء هناك المركز الأول، أدعج، أدعج يتقدم، أدعج ينطلق، أدعج بجواره، الله يعود هناك، تعود هناك سلالات بدع ثلاب بمنطقة الظفرة، شعار معالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد يتقدم هو الآخر، ينطلق مع مختار أحمد ومع شاهين، 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 وأدعج أعطى القادم. تحركت الامور، هملول وصل، الرياسة وصلت مع بن جميل، الرياسة وصلت مع المجازف موادع، تقدمت العاصفة، انطلق ادعج، غادر ادعج، الله يا الشوط، الله على الاداء. شوفوا القوة، شوفوا المؤسسات ذات الجماهيرية العريقة والكبيرة، وهذا ما يزيد ايضا التنافس
الحافز والمشاهدين قوة وحلا الرياسة والعاصفة. الله شوفوا أزعج شوفوا أملول أملول ما شاء الله تبارك الرحمن أزعج ولكن أملول موادع 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 وهملول مع الرياسة الظافر والمجازف المجازف والظافر يقدمون لجماهير هذه المؤسسة أحلى لقطة وأحلى قوة وأحلى تماشى. بيض الله ويوكم المضمرين وشكرا للرياسة واللي قائمين عليها من قوة ومن مشتريات ومن دعم وهي مؤسسة تدعم سباقات الهجن. تهانينا للرياسة وهجنها بفوز موادع بالمركز الأول المجازف هملول مع بن زيتون في المركز الثاني والمركز الثالث اللي وصل الذيب من هجة الرياسة مع الفيلسوف أتانا من حيث لا ندري. المركز الرابع أتعج لهجة العاصفة. المركز الخامس شاهين لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد. التوقيت الزمني مع هذه لحظات الفوت فينيش مع دايركتر هنا ومع الإخراج الجميل 7:25 و7 مشاهدينا موادع. شكرا لهجة الرياسة وشكرا المجازف ما قدم لمتعة لهذه الجماهير المشتاقة للحمر الخطر. المركز الثاني هملول من هجة الرياسة 7:26 وفاء وتماما. شكرا الظافر ايضا علي بن جميل الوهيبي. بينما المركز الثالث ايضا ياتي دور الذيب من هجة الرياسة. شكرا الفيلسوف احمد بن مايد الخيالي 7:32 وجزءا يتيما والناموس لكل المحبين لهذه السباقات العربية الأصيلة. شاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل نجدد لكم التحية بهذه الانطلاقة المسائية الجميلة وشوطنا 13 في مجموعة أشواط مساء هذا اليوم وشوطنا 13 الخاص هنا باللقاية لبكار